السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع هذا المقطع الجديد والذي هو بعنوان ورحمتي سبقت غضبي. فقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي ورحمتي سبقت غضبي، وفي رواية ورحمتي غلبت غضبي، لأنها قد تسبق ولا تغلب، لكن المولى عز وجل طمأن المؤمن وطمأن أهل الإيمان بأن رحمته سبقت غضبه وأنها غلبت غضبه سبحانه وتعالى. هذا يذكرنا بموقف عظيم جدا من مواقف يوم القيامة، هو موقف الشفاعة، موقف يوم القيامة والشفاعات التي ستكون يوم القيامة. المولى عز وجل حينما يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدن فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض عرق الذنوب، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبي، ومنهم من يبلغ إلى ركبتي، ومنهم من يبلغ إلى حقوي، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما أي يسكته إسكاتا، لأن العرق يوصل فوق الشفة العليا عياذا بالله. الله يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. في هذا الوقت الناس في كرب شديد، من يشفع لنا؟ يشفع لنا عند المولى عز وجل كي يبدأ لنا الحساب؟ سبحان الله، حتى أن بعض الناس يا جماعة الخير يا حبايب قلب الله يبارك فيكم، من شدة الموقف بعضهم يقول اللهم فض الموقف ولو إلى نار جهنم. الله يعافينا ويعافيكم، عذاب شديد جدا. الناس واقفين حفيانين عريانين، الشمس فوق الرؤوس، الشمس الآن على بعد 93 ألف مليون ميل والناس مش قادرة تتحملها. فتخيلوا لما تكون على مقدار ميل واحد، تخيلوا الموقف بيبقى عامل ازاي. في هذا الوقت يذهبون الى ادم عليه السلام لكي يشفع لهم، فيعتذر ادم عليه السلام يقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وانه نهاني عن الاكل من الشجره فاكلت. فيعتذر، فيذهبون الى نوح عليه السلام فيعتذر ويقول نفس الكلمه، ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يذهبون بعد ذلك الى ابراهيم عليه السلام، الى موسى عليه السلام، الى عيسى عليه السلام، الكل يعتذر، لكن عيسى عليه السلام يقول ولكن اذهبوا إلى محمد بن عبد الله بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العامة اللي هي المقام المحمود. لماذا سمي المقام المحمود؟ لأن يحمده جميع الخلائق المؤمن والكافر. إيه ده يا شيخ محمود، هو النبي يشفع للكافر؟ طبعا هيشفع له يخش جنة، مستحيل، ما فيش كافر يخش الجنة، لأن ربنا حرم على كفار الجنة. أما لا يشفع في إيه؟ يشفع في بدء الحساب. المولى عز وجل في عز ما قال الأنبياء إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ومع ذلك يقول سبحانه وتعالى ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء. فيأذن المولى عز وجل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بثمن شفاعات، من ضمنها الشفاعة العامة، شفاعة في المؤمن والكافر في بدء الحساب فقط. خذوا بالكم وركزوا أرجوكم، شفاعة للمؤمن والكافر في بدء الحساب، أما بقية الشفاعات الثمانية اللي هم السبع شفاعات التانيين فقط لأهل الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى، في منهم بس شفاعة فقط هتكون لواحد فقط من الكفار عياذا بالله، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو طالب، شفاعة لينقله الله عز وجل من قعر النار إلى دحضاح من النار. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. يبقى الشفاعة العامة اللي هي المقام المحمود للمؤمن والكافر لبدء الحساب، وشفاعة خاصة في عمه أبي طالب، وبقية الشفاعات كلها لا تكون إلا لأهل الإيمان والتوحيد. يا رب اجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والتوحيد. فالمولى عز وجل فعز ما أنه غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ومع ذلك يأذن للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بثمن شفاعات، مع أنه موقف غضب. خذوا بالكم، ويأذن لكل نبي بشفاعة، ويأذن لكل ملك بشفاعة، ويأذن لبعض المؤمنين بالشفاعات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الله أكبر. في هذا الموقف العصيب، وبعد ما المؤمنون يشفعوا، بعد الأنبياء وبعد الملائكة، يقول جل وعلا كما في الصحيحين، يقول شفع الأنبياء، ركزوا معايا بالله عليكم، شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون بالله عليكم، راجعوا اللفظ ده ورايا في الصحيحين، فيقول جل وعلا
وبقيت شفاعتي أنا. لا 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 لا، يقول وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض المولى عز وجل قبضة يا خبر أبيض، قبضة من النار أي من أهل النار، فيلقيهم على نهر، في نهر يقال له نهر الحياة، على ضفاف الجنة، على مدخل الجنة كده، تمام؟ فيدخلون وقد امتحشوا، يعني صاروا فحما. خدوا بالكم دول كلهم موحدين لكنهم أصحاب معاصي، أصحاب كبائر. فيدخلون النهر ده نهر الحياة وقد امتحشوا، أي صاروا فحما، فيخرجون منه كاللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم، عتقاء الرحمن. الله أكبر. فيدخلون الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فإذا دخلوا الجنة عرفهم أهل الجنة وقالوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. الله، عشان كده كان المقطع اسمه ورحمتي سبقت غضبي. فاللهم اشملنا برحمتك يا رب العالمين، واجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى برحمتك يا رب، فإننا لن ندخل الجنة إلا برحمتك، ولن نرتفع في درجات الجنة إلا برحمتك، وإلا بعفوك وإلا بجودك. فاللهم ارحمنا رحمة تشملنا جميعا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان يستفيدوا.